أحلف بالقرآن، ها ما أدري وين أحطه، بس ها أحلف، ها أحط يدي في القرآن إنه والله ثم الله ثم الله العلي العظيم وبكتابه الكريم إني شايف شادا في أم عيناي تفطر، وتجيب كلام وتحلف عشان رمضان وتقدر تصوم 3 أيام. والله العلي العظيم هذا أنا حلفت في القرآن، حسبي الله ونعم الوكيل علي، والله لا يوفقني لا دنيا ولا آخرة إذا أنا كنت كذاب.